والله طبعا سينا هي في قلوب العالم كله عموما والعالم العربي على وجه الخصوص، يعني هي الأرض اللي نزلوا فيها الأنبياء سيدنا موسى وسيدنا عيسى، وأرض مباركة يعني سينا. ونحن العرب كلنا سعيدين، أول حاجة نبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعديلات الدستورية، ودي كانت خطوة مهمة وضرورية جدا، لأن بجد الشرق الأوسط الجديد أجهض لما انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن مصر هي أم العرب، كان صحيت مصر صحيوا العرب، نامت مصر نام العرب، فربنا يحفظ مصر، ومصر هي المحروسة، وربنا قال فيها ادخلوها إن شاء الله آمنين. فإن شاء الله الشرق الأوسط اللي صفيح ساخن دلوقتي بانتصار الشعب المصري وبحقاق الحق وإعطاء صوته للراجل الأمين ده على الأمة العربية، إن شاء الله حيكون العيد عيدين، إن شاء الله عيد تحرير سيناء وعيد تحرير ليبيا، وسوريا إن شاء الله هتستقر، وأنا أخوك من ليبيا نحب نبارك للشعب المصري بمناسبة تحرير سيناء. وعلى فكرة أنا عامل قصيدة إهداء مني مسميها سيناء حبيبة المنسي سيناء، دي هدية مني أنا للشهيد أحمد المنسي، وقايل فيها علي عشماوي بس صاحب وأنت، ودي حتتنشر قريب في عدد السبت إن شاء الله، استنوها مني، دي هدية للشعب المصري. وعندي حاجة ممكن هسمعك، ماشي، حاجة حصرية ليكم، ماشي، أنا طبعا مسيفة هنا بعد إذنكم، بس هي القصيدة عنوانها سينا في قلب المنسي، قلت فيها على روحك الطاهرة يا منسي صليت، وفي ذكرى تحريري حبيبتك سينا قصيدتي إليك أهديت، يا من روحك ترابها بها فديت، وبدمائك الزكية أرضها رويت، أيها المنسي الضرغام وما اكتفيت، أيها الضرغام وما اكتفيت، فعن حبك لسينا بكلماتك عبرت، وحب سينا في أرضها غرست، فمنك وإليك أيها البطل استلهمت وكتبت، وبالقلم على الأوراق نحت، وفي دفاتري قصة بطولتك دونت، رغم أنني بصدق يا منسي لسيرتك العطرة أحببت، ولفقدانك حزنت، نعم حزنت، فنعم البطل أنت.